في إقليم كردستان هنالك منافسة محتدمة ما بين قطبين رئيسيين هما الاتحاد الوطني والديمقراطي. الديمقراطي هو يحتل الساحة منذ وقت طويل. أعتقد اليوم العلاقة مع بغداد هي جيدة مع الاتحاد الكردستاني في السليمانية أفضل من يعني حزب مسعود برزاني. لذلك هنالك توجه اليوم لدعم هذا الحزب من قبل بغداد، وأيضا لربما يسحب البساط من تحت يعني حزب مسعود برزان لأنه فشل وأخفق في الكثير من الملفات. يبقى الرأي للشارع الكردي والرأي للشعب الكردي اللي هو من يختار نوابه، ولكن نحن ما دام إقليم كردستان جزء من العراق فأيضا يهمنا هذا الموضوع، يعني في قادم الأيام أنه يكون هنالك اتفاق ما بين الإقليم وما بين العراق، أنه كل الأمور اللي تخص الشعب العراقي هي نفسها ما يخص الإقليم كردستان. بالنسبة للأحزاب الحاكمة هاي موجودة، تبقى موجودة. ليش؟ لأن يعني الأموال بديها، السلطة بديها، القانون بديها، حتى هي من جندت القوات الأمنية مختلف بصفونها سنوفة عفو، يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والأغلبية الديمقراطي، لأنه هو بيد الأموال، هو صاحب الإقليم، رئيس الإقليم، رئيس الحزب الديمقراطي، وأموالهم كثيرة، زين يشترون كثير من الناس، فبالتأكيد هم راح يسيطرون على الوضع وعلى المقاعد. وأخيرا وليس آخرا، دق ساعة الاقتراع في إقليم كردستان. عامان من الخلافات الكبيرة وتأجيل لأربع مرات، 1200 مركز فتحت أبوابها أمام قرابة 3 ملايين ناخب لانتخاب 100 عضو في البرلمان. أحزاب تتسيد المشهد بقوتها وأخرى تحاول البقاء بمعارضتها، وما بين الاثنين شارع تجتاحه الأزمات. موظف يبحث عن بطاقة الراتب أكثر مما يبحث عن ورقة الاقتراع. أما منصات الاختلاف فقد تحولت لصراع لتسقيط الأطراف. فهل سيتزين العرس الدستوري بتشكيل حكومي تديم التنمية والاستقرار في الإقليم وتنهي الأزمات الداخلية والخارجية؟ ننتقل الآن إلى الاستحقاق الدراسي. التعليم تعلن نتائج القبول المركزي. تباينت الآراء بين الرضا بالاستحقاق وبين الاعتراض على القبول. فهل جهل المتقدم بالإنسيابية هو السبب؟ أم أن ازدياد نسب النجاح وارتفاع حدود المعدلات هو المسبب؟ أهلا بكم. الأول راح يكون عن الاستحقاق الانتخابي في إقليم كردستان بين التنافس السياسي والتحديات في الشارع الكردي. نتناقش في هذا الملف مع ضيوفنا الكرام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. كما أرحب بالسياسي المستقل الأستاذ فائق أيزيدي. حياك الله أستاذ. أهلا بك سيدتي. أهلا وسهلا. أستاذ مهدي، خلينا نحكي بصراحة، تقييمكم الديمقراطي الكردستاني اليوم لانتخابات الإقليم، فائزين، متفائلين، خسرانين، شنو وضعكم حتى هذه اللحظة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك المقدمة الراقية المحترمة وقناتك ومشاهديك الكرام وضيفك الكريم. حياكم. حضرتك تعرفين انه هذا اولا قبل ما اجاوبك على هذا السؤال، هذه الانتخابات جدا مهمة كانت وموجودة لإقليم كردستان وشعب إقليم كردستان بعد 6 سنوات إضافة إلى 2 سنة بدون برلمان وحكومة تصريف أعمال وتعطل كثير من المشاريع وقوانين مشاريع قوانين في قبة البرلمان، إضافة إلى توقف العملية السياسية بشكل كامل.
فكان من الأوجب أن يكون هناك انتخابات، وهذه الانتخابات سوف تفرز حقيقة باعتبار أنه كان هناك توجه كبير لدى الشارع الكردستاني من أجل إنتاج هذه الانتخابات واستخراج منها حكومة قوية واحدة، برلمان واحد قوي يعمل على تحقيق متطلبات الشارع الكردستاني. أما بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية الأحزاب، حضرتك تعرفين أنه في أي انتخابات تكون هناك أحزاب كبيرة لها تاريخها، لها شارعها، لها قواعدها، مثل حال بقية الانتخابات أو المكانات اللي تحدث بها الانتخابات. في إقليم كردستان حزبين كبيرين موجودة، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد، وبقية الأحزاب المعارضة اللي ظهرت حديثا. الديمقراطي معروف بقواعده، معروف بمكاناته، معروف بجماهيره، معروف بما قدمه من طوال السنين الماضيه. نعم. اضافه الى انه لديه منهاج كامل، لديه برنامج انتخابي واضح للعيان وواضح لجماهير اقليم كردستان، فاعتقد اللي طرحه واللي كان موجود بشر بخير. طيب. واعتقد سيكون النمبر 1. انت اليوم تواصلتم ويا جماهيركم، مكتسحين لو لا؟ نعم. مكتسحين اليوم؟ تواصلتوا ويا جماهيركم ويا قواعدكم، شفتوا العملية الانتخابية؟ أكيد. كانت بمستوى طموحكم وجسادكم الأولية اليوم اشتغلت لو لا أستاذ مهدي؟ حقيقة نسيت أن أبارك أولا لجماهير أقليم كردستان، لشعب أقليم كردستان على هذا العرس الانتخابي الكبير، إضافة إلى شكرنا ومباركتنا إلى المفوضية المستقلة للانتخابات على جهودها الحديثة التي قدمتها طوال هذه الفترة، إضافة إلى القوات الأمنية البيشمركة اللي أمنت هذه مواقع الانتخابات، إضافة حتى للحكومة الاتحادية السيد السوداني على دعمها الكامل لإجراء هذه الانتخابات. أعتقد كانت مثل ما ذكرت جنابك، هناك تواصل كبير بين الديمقراطي الكردستاني وجماهيره وناسه واهله، وكان هناك رضا لدى كل الموجودين في اقليم كردستان، ونتمنى قبول النتائج مهما كانت من بقيه الاحزاب اللي موجوده والكتل اللي شاركت بالانتخابات. انتم قابلين النتائج؟ اكيد 100%. زين، اليوم انتم كل التنظيم الانتخابي ما عندكم اشكال عليه؟ رغم كل يعني ماكو انتخابات تجي 100% كامله، اكو خروقات حدثت في السليمانيه، في حلبشة، في بعض المكانات تحدث، ولكن بشكل عام كانت انتخابات سلسة نزيهة مستمر بها العمل بها حقيقة، فانتخابات أعتقد مرضية لجميع الأطراف، ويجب ترضى أن يرضوا بجميع نتائج هذا الانتخاب. قبل ما أنتقل الأستاذ فائق، يعني أنتم راضين على النتائج؟ لو وراها راح تطعنون؟ لا لا، هو أنا ليش أقول بالعكس، أنا ليش أقول كون المقابيل يرضى وبقية الكتل أن ترضى، لأنه كانت مطلب لكل الكتل اللي دعوا على أن تكون المحكمة الاتحادية، دعوا أن تكون مفوضية، أن سجل الناخبين، كل هذه الأمور تحققت كلها في ما كان مطلوب منها، فإذا يجب القبول بنتائج الانتخابات التي هي موجودة إن شاء الله سوف تظهر. أستاذ فائق، سبق وتحدثت معنا مرارا وتكرارا عن تحديات الانتخابات في إقليم كردستان، شو شفت الانتخابات لهذا اليوم؟ طبعا بكل تاكيد الانتخابات كانت بنجاح كبير. الانتخابات هذه كانت بمثابه ثوره ديمقراطيه، هذه الانتخابات هدفها الاساسي والاسمى هو تعزيز الديمقراطيه في اقليم كردستان، وبالتالي تعزيز الديمقراطيه العراقيه. الذي لفت الانتباه بصراحه نسبه المقاطعه لم تكن قليله، يعني اعتقد في الساحه المقبله وقد تكون المفوضيه الان اعلنت نسبه المشاركه بحدود 60 إلى 65، هذا يعني انه تقريبا 35 إلى 40% من المواطنين قاطعوا، وهذا ما لم يكن يعني يفترض ان يحصل. فبالتالي بطبيعه الحال وبجميع الاحوال الذهاب إلى صندوق الاقتراع والاحتكام إلى المواطنين في تجديد سلطات الإقليم، ممارسة ديمقراطية وممارسة اليوم أبدع شعب كردستان في ممارستها، والفضل بالأول والأخير يعود أيضا إلى الحكومة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقبل ذلك المحكمة الاتحادية التي نظمت بقرار لها إجراء الانتخابات وفق قانون ووفق آليات جديدة. بس بالعودة إلى نقطة تفضلت بها في هذه الانتخابات. نعم. بالعودة إلى نقطة تفضلت بها، المقاطعة بلغت أكثر من 35%، زي مو شوفه رقم كبير كما تفضلت الآن،
رغم أنه الإقليم بإعمار وباستقرار أمني وباستقرار سياسي، فالمفروض المشاركة تكون أعلى من هذه النسبة. ليش من وجهة نظرك اليوم أكو مقاطعة؟ ليش المواطن مراضي؟ لأنه هناك غضب شعبي على السلطة، هناك عدم ثقة أيضا رغم تعدد القوى، رغم أن هناك قوى جديدة أيضا، هناك قوى تقليدية كلاسيكية، هناك يعني قوى منذ البداية مشاركة وقد تكون هي أحد الأسباب والمشاركين في المشكلات والأزمات، لكن لحد الآن ما أثبتته نسبة المشاركة هذه أنه لا يزال شعب إقليم كردستان غاضب على هذا الحكم، وليس فقط هذه الحكومة، شعب إقليم كردستان لا يزال غير واثق بالقوى السياسية في إقليم كردستان. ذكرت أنه غاضب على الحكم، منو بالتحديد؟ غاضب على الأحزاب الحاكمة يعني البارتي واليكتي، على الأحزاب جميعها بدون استثناء، هنا حتى على من هم موجودون في الساحة مجددا، يعني على الأقل إذا كنت غاضب على الأحزاب الحاكمة لماذا لا تذهب لتصوت للأحزاب الجديدة؟ فبالتالي هناك فقدان ثقة وحالة غضب ضد العملية السياسية في إقليم كردستان، ضد نظام الحكم في إقليم كردستان، ضد ما يجري في إقليم كردستان. وهذا قد من جانب إذا نظرنا لا نلوم المواطنين، يعني أزمة الرواتب والأزمة المالية عشر أعوام لحد الآن والتي لا أحد يعلم متى ستنتهي، يدفع بالمواطن إلى أن يشعر بأنه لا جديد في الأمر. لكن هذا أيضا منطق خاطئ، لكن بشكل أو بآخر الأحزاب مستفادة من هذا الوضع. قلة المشاركة أو نسبة المشاركة كلما قلت تتعزز نسبة ومكانة الأحزاب في السباق. يقول لك المواطن أنا راح أروح شنو الشيء جديد؟ البارتي واليكيتي وبقية الأحزاب هي جايدة تحكم، يعني اللي كان يحكم ما قدم لي شيء، الآن بعد هذه الانتخابات يعني شنو اللي راح يقول؟ الكل يعرف منه ماسك زمام الأمور في الإقليم، فيا ريت لو تحدثني يعني مو بلغة العموم، بلغة التشخيص لو سمحت أستاذ فائق. سيدتي، المواطن الكردي اليوم من أقول غاضب فهو لا يجني ثمار تصويته، لا يؤمن لا يزال بهذه القوى. المواطن الكردي هناك فئة غاضبة من الحزب الديمقراطي، هناك فئة غاضبة من الاتحاد الوطني، هناك فئة غاضبة حتى من التغيير ومن باقي القوى، حتى من القوى الجديدة، حتى من الجيل الجديد وغيره. يعني المواطن اليوم لم يعد يريد هذه النمطية من الحكم، يعني ولكن ما يلاحظه أنه الأشكال والقوى نفسها تتكرر ولا جديد. يعني الآن الحديث داخل الساحة الشعبية في إقليم كردستان أنه رغم ما جرى من حملات انتخابية وتنافس، في قادم الأيام سيكون هناك طاولة مستديرة تجمع الكل وسيصار إلى تشكيل حكومة ائتلافية كما سابق. إذن هنا كيف يجب أن تفكر هذه القوى في إرضاء هذا المواطن؟ طالما هذا المواطن في حالة غضب وعدم ثقة، اذهب وشكل الحكومة. لن تنجح هذه الحكومة، الحكومة العاشرة لن تنجح في حال لم تنجح أو تكون ذات أهداف تحقق رضا المواطن في إقليم كردستان. هذه النسبة التي لم تشارك وهي تقريبا 40 يجب الوقوف عندها كثيرا. نعم، هي الأطراف السياسية بينها ما متفقة، شو راح يقعدون على طاولة واحدة ويتفقوا؟ ما هو هذا الحكي اللي بالشرح دا نقول لك أنه بالأخير في لتقسيم الكعكة وتشكيل الحكومة والمناصب يقعدون حاليا ما متفقين، اوكي، لكن بشكل او باخر سيتفقون. وهذا اللي يولد انه اكو عدم ثقه، يعني حتى اللي راح مصوتهم اغلبهم همينة ما مقتنع قد يكون بالتصوير، لكن يتامل ويريد ان يصار الى تشكيل حكومه وطنيه جديده قادره على ان تقدم الخدمه، على ان تكمل المسيره، على أستاذ أن تحسن العلاقه بالحكومه الاتحاد. استاذ بهدي، بصراحه اليوم كان اكو مشكله وخلاف سياسي بين البارتي وبين اليكتي، من شق وحده البيت الكردي اليوم؟ هل راح نشوف البارتي واليكتي يجلسون على طاوله واحده يشكلون حكومه؟ لو فلان راح يكون معارض، فلان يجر بالطول وذاك يجر واحنا شفناها. لو حضرتك كنت متابع لمواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وصلت على مواقع التواصل هذا ينزل بيان، هذا ينزل تسريب، هذا ينزل صوره، يعني الشارع الكردي مل اليوم. الشارع الكردي عينه على الراتب، يقول لك انا اريد راتبي بنهايه الشهر، وين ما تصفى خل تصفى. جيد،
حضرتك تعرفين انه يعني ليس فقط في المكون الكردي موجود هذه الانشقاقات، موجود هذه الاختلافات بين الاحزاب الموجوده، موجوده في كل الكتل السياسيه وكل المكونات. صحيح. هذا واحد. اثنين، يعني نسبه المشاركه ب 65 اعتقد نسبه كانت ممتازه جدا، باعتبار الانتخابات الماضيه كانت 40 25 30، المهم ما وصلت الى هذه النسبه. اذا هناك مع كل ما موجود من تحفظ على مثلا كان مشاكل تحديات كانت اقتصاديه سياسيه امنيه، كل هاي التحديات اللي واجهت الاقليم والحكومه الاقليم السابقه اللي كانت بها، كل هذه التحديات وقفت امامها، خاصه واذا يعني ما اجت هذه التحديات عن هواء، اتت يعني خلينا نقول من 2014 الى 2018 حرب مع داعش وقطع الموازنه، الخلافات الموجوده مع بين الاقليم والمركز، اضافه سنتين وراها اضافيه كانت الكورونا، موحده اكيد انا جاي فيها. صحيح. في زمن في زمن في زمن في زمن في زمن امام جلال الله يرحمه كانت هناك وحده في يعني مع زعيم مسعود البرزاني اتفاق كامل وكان اتفاق استراتيجي، ولكن مع كل الاسف بعد رحيل امام جلال بدت يعني الخلافات تزداد بين الحزبين، ولكن ارجع واقول انه هذه الخلافات ان كانت يعني خل اقول ما اقدر اقول وقتيه، ولكن في المصير اقليم كردستان يكون خط احمر بالنسبه لكل الاطراف. إذن بصراحه خلافكم مع الاتحاد لو مع بافل وسيد قوبات، لانها ستة تقول لي كانت امورنا صافيه بزمن مام جلال. لا ستة الفاضله، اكو سياسات ترسم من قبل القاده اللي موجودين لكل كتله ولكل حزب. خلال الحمله الانتخابيه كانت يعني مع كل الاسف وحبنا واحترامنا لكل القاده اللي موجودين كانت بها حملات تسقيطيه مو طبيعيه وغلط وافشار. لا احنا انا مسؤول عن كلامي. فيديو هذا الفيديو ما اجى من هوا، يعني اذا نرجع الفيديو هم نرجع ما اجى من الهوا، اكو محكمه اتحاديه سوف تبت بهذا الامر، المحكمه اللي قدمت لها، وكل من ياخذ حق ذي حق ياخذ حقه. هاي حتى هاي ضمن حملات الانتخابيه اللي جرت في يعني ما مر على حتى شعب اقليم كردستان ثقافه اقليم كردستان اللي جرى هسه خلينا نعوف على صفحه. الان امام مصير كامل الاقليم. قبل المصير شنو رايك بالمستوى السياسي للاستاذ بافل وقوبات وحدوا الاقليم لو فرقوا؟ شوفي استاذ بافل الى سياسته مع حبنا واحترامه احترامنا، يعني مدى اقول لك الى شخصيته الى شخصيته الى كاريزما مالته على راس السلطه في اقليم كردستان. نعم. والسيد بافل بس انا اقول لك اجاوبك عليها ايضا نقطه مهمه، لانه انتم كبارتي متهمين بابعاده وتسقيطه والكثير من اصلا شوفي الحمله الانتخابيه ما فد يوم واحد من القيادات حتى من الاعضاء ما يعني جاب غلط او فشار. ليش لجئ البغداد؟ ليش عاف الاقليم؟ منو؟ سيد بافل وقوبات. هاي تقدرين تسألين بها نفسه أستاذ بافل. أنا أسألكم من خلال محاوراتكم ومفاوضاتكم. شوفي. شنو الزعل منكم؟ أولاً إذا كان أرجع وأقول غير مشاركين مثلاً من 30 سنة ومشارك بالحكومة، في إذا كان فشل فهو مشارك بي، وإذا كان نجاح فهو مشارك بي. كل الأمور اللي كانت تجي والدليل على كلامنا أنه حتى المباحثات اللي كانت تأتي الوفود بها برئاسة السيد قوبات المحترم، يعني مو احد، رئيس الوفد ياتي، اذا اكو المام، اكو مشاركه، اكو عمل داخل هذه. كل اللقاءات ما صارت باربيل وصارت ببغداد. نعم. كل اللقاءات ما صارت باربيل وصارت. لا ستي يعني الحوارات اللي جت مع الحكومه الاتحاديه. سيد بافل يجي البغداد. مع الحكومه الاتحاديه ستي مال حكومه الاقليم لا اقول لك، باعتباره نائب رئيس وزراء كان ياتي برئاسه الوفد الكامل، كل الحوارات اللي كانت تجري مع حكومة الاتحادية برئاسة السيد قوبات المحترم كان يأتي يطرح ما مطلوب. وضحت الفكرة. من بس أنا أسألك وريد جواب بمنتهى الصراحة. اليوم إذا فزتوا بأغلبية الأصوات، نعم، ما تنطون شيء للاتحاد؟ شوفي خطاب الزعيم مسعود البرزاني قبل يومين يعني طرح كل ما, ما, ما كبرنامج انتخابي، ولكن بالأخير طرح كلمتين أنه سوف نمد يدنا لجميع الأخوة المشاركين والأحزاب الموجودة بدون تهميش
ولا إقصاء، مو مثل ما كان مثل بعض الأخوة اللي سوف نمسح سوف نلغي سوف سوف. إذا هم فازوا، إذا الاتحاد الوطني ما يقدر هسه لو نفترض ما يقدر، تدري ليش؟ لأنه الديمقراطي رقم مو اليوم البارح. خل نفترض ولا الاتحاد رقم ولا الديمقراطي يقدر، تاريخه وإلى باع طويل في السياسة، واليوم معادلات في بغداد تغيرت، يعني من الطبيعي جدا ممكن تتغير في إقليم كردستان. بس أسألك، هل من الممكن أن نشوف رئيس إقليم كردستان يكون من الاتحاد؟ إذا كان لهم مقاعدهم أعلى من كل المقاعد فيحق لرئاسة الوزراء ورئاسة الإقليم، ليش مو بس الاتحاد، جيل الجديد خلي يجيب أعلى المقاعد، خلي يأخذ، ولا ليش الديمقراطي أخذها، جوترا أخذها وغير عنده أعلى المقاعد اللي موجودة عنده. بغداد نفس الحالة، من تجيب أعلى المقاعد تأخذ رئاسة الوزراء، تمام ولا صح؟ زين، نفر بطرق روحه تقبلوني يصير رئيس؟ منو بطرق روحه؟ لو يجي نفر هسه ينقبل، بس هم ما راح يقبلون من الاتحاد. انتم ما تقبلون من الاتحاد. حزب. لا ستي، ما يجي هاي مو انتخابات. أنا عندي انتخابات، عندي جماهير، عندي ناس، عندي تريد يعني من عندي، ليش أشترك بالانتخابات؟ ممكن ليش أشترك بالانتخابات؟ تنازل عن منصب رئيس حكومة إقليم كردستان؟ إذا فشلت بحصول على مقاعد هني على هذا، لا والله خلي مو جيل جديد، أي 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 حزب يأخذ المال بما حمل، يعني شو اللي موجود؟ جمل بما حمل، بالعافية عليه. أوكي، إذا هذا جدا عادل. أستاذ فائق، اليوم الحزب الديمقراطي ده يتحدى صراحة، يعني يقول جيبوا أعلى الأصوات وممكن تأخذون الرئاسة، ليس فقط عن الياكيتي بل كل الأحزاب حتى أحزاب المعارضة، خلي تجيب مقاعد وتأخذ، وممكن تسوي هذا التصحيح. لماذا كل هذا التهجم على حزب البارتي؟ ساعة البارتي لازم السلطة فعنده فلوس هواية ممكن يشتري الأصوات، نوبة الساعة الثانية البارتي ما ينطيها لو ما أدري منو يجي، لماذا هذا التصحيح والتهويل أستاذ فائق؟ شوفي، خليني اقول لك، الاتحاد الوطني الان في ظل قياده كاك بافل، غير الاتحاد الوطني اللي قبل 10 سنوات، غير الاتحاد الوطني اللي كان بزمن مام جلال. بافل جلال طالباني اليوم بعقليته الجديده، بالكاركتر مالته، بالكاريزما مالته، بقربه من الواقع الكردستاني، لا يمكنه ان يتاقلم ويتعايش مع الحزب الديمقراطي كما السابق. ما اقول لا يمكن مطلقا، لا، هما الحزبين مضطرين الى التعايش، لكن سقف التعايش، شكل التعايش هذا طرح عليه تغيير وسيطرح عليه التغيير. يعني هذا الواقع الجديد يفترض على جميع القوى ان تتعامل مع هذا الواقع. ليش يعني ما يقدر يتعامل كما كان في السابق؟ نعم. ليش ما يقدر يتعامل كما كان في السابق؟ ما بالسابق كانت الأحزاب والوفود الكردية موحدة تأخذ حقوقها من بغداد، كان المواطن الكردي يشعر بالاستقرار. يعني شنو اللي صار؟ بافل جلال طالباني متى ظهر على الساحة رسميا وعلى ساحة الاتحاد؟ 2017، يعني ورا الاستفتاء وورا احداث كركوك. يعني الرجل ظهوره كان مناقض للحزب الديمقراطي، يعني ما اقدر اقول ليش قبل هو ما يتحمل مسؤوليه العلاقه اللي كانت بين الحزبين. وبالمناسبه العلاقه اصلا اذا رجعنا العقود من يومها متوتره، يعني بالتسعينات اقتتال داخلي، ورا شو اسمه 2003، يعني وجود مام جلال هو الذي ضبط ايقاع هذه العلاقه. غياب مام جلال من 2012 الى 2017 يعني خلخل بالعلاقه، وصار اختلال كبير. ليش الاحزاب الكرديه لجأت لبغداد؟ 17 هو رافض لهذه العلاقه اللي شكلها اللي كان قائم. ليش الاحزاب الكرديه لجأت لبغداد؟ ليش ما ظلت تتفاوض ويا اقليم كردستان ويجون بوفد واحد؟ لا شوفي، قضيه العوده الى بغداد مو نقيصة ولا عيب، وبغداد يعني هي بالأول والأخير راعية الإقليم. يعني حين يكون هناك خلافات لا يمكن حلها في إطار إقليم كردستان، القضاء العراقي، المحكمة الاتحادية هي التي تفصل في هذه القضايا. بعدين بالمناسبة اليوم انتخابات كردستان، وضع كردستان، راية إقليم كردستان اليوم في يد الحكومة الاتحادية. يعني المعادلة في إقليم كردستان باتت عراقية، شئنا أم أبينا. من يرفض وضح لي هذه النقطة، شلون راية الإقليم في يد حكومة بغداد؟ يعني إقليم كردستان اليوم ليس كإقليم كردستان في السابق.
اقليم كردستان اليوم حتى في هذه الانتخابات. اذا تلاحظين الاقبال اللي كان موجود رغم انه النسبه ليست كراي شخصي لم تقنعني، كنت اريد بعد اكثر، لكن اقليم كردستان اليوم هناك اراده شعبيه بدرجه اولى، اراده لدى قوه غالبيه القوى السياسيه الى الحفاظ على الهويه العراقيه. اقليم كردستان اليوم رويدا رويدا يعود الى الحاضنه العراقيه، هذا المهم بالامر. ليش وين كان اقليم كردستان؟ استاذ فائق وين كان الاقليم؟ حضرتك تقول رويدا رويدا بدا يرجع الى الهوية العراقية، شنو كانت هويته؟ كان يغرد برا السرب الاقليم. شلون؟ الاقليم كان يغرد برا السرب ويعني برا السرب العراقي، ويعني الاستفتاء كان احد هذه السياسات، لكن بعد ذلك اليوم حتى قد يكون قوى كردستانيه وقد يكون حتى بما فيها الحزب الديمقراطي بات بشكل او باخر مقتنع بانه اقليم كردستان عمقه الاستراتيجي بغداد، خلافاته تحل في بغداد، مشاكله تحل في بغداد، وبالتالي لا غنى عن بغداد لهذا الاقليم. ان تاتي هذه الانتخابات تديرها الحكومه الاتحاديه، ان تنظمها الحكومه الاتحاديه، ان يكون هناك اتصال وتدخل مباشر للحكومه الاتحاديه في اليه انتخاب برلمان كردستان، فهذا اصلا من صلب الدستور، وهذا يعزز الوحده الوطنيه العراقيه بالمناسبه. البارتي لجأ لحكومه بغداد لانه كانت يعني احزاب مشككه ومعارضه، ساعه يقولون حتى الميتين ينتخبون في اقليم كردستان، ساعه يقولون اشتروا الاصوات بالفلوس، فالبارتي ايش قال؟ قال نلجأ لبغداد حتى بعد ما حد يطعن بنتائج الانتخابات. اليوم كاحزاب كرديه هل سنرى طعن وتشكيك بهذه الانتخابات؟ لو الجميع راضي ومقتنع بالنتائج وراح يقول الحمد لله هذا استحقاقي وذاك استحقاقك. لا، هو اللجوء للمحكمه الاتحاديه ما كان البارتي، كان الاتحاد الوطني، واعتقد هسه في هذه الانتخابات قانون الانتخابات. زين، هسه بهذه الانتخابات انا بدي اتحدث عن هذه، ما بدي اتحدث في شيء ماضي، هل راح نشوف اكو احزاب تعترض وتطعن بالنتائج وبعدين اذا اخذ البارتي رئاسه الاقليم راح نقول اوه دفعوا فلوس واخذوا الرئاسه من جديد؟ لو كل الاحزاب راح ترضى، راح تقول هذا استحقاقك وهذا استحقاقي. لا لا، شوفي، هو كاستحقاقات الكل اول كشكاوى وكاعتراضات من حق الجميع ان يعترض. طبعا هاي اليات قانونيه مو مشكله. اذا ذهبنا الى ما بعد الحكم القضائي، الانتخابات يعني نزاهتها مشهوده، الكل اقر بذلك. مقاعد صناديق الاقتراع ماذا افرزت؟ يفترض على جميع القوى احترام ذلك، لكن بشرط ان يصار اقليم كردستان توافقي، لا يمكن ان يدار بما يسمى بالاغلبيه، لانه اصلا صناديق الاقتراع لن تفرز قوه وحيده تمتلك اغلبيه، لا الحزب الديمقراطي ولا الاتحاد الوطني ولا اي قوه سيحصل على 50 مقعد زائد واحد، وبالتالي لابد من الائتلاف. طيب شكل الائتلاف هذا رح نرجع لمبدا التوافق، هي التي يفترض ان تكون ذات طابع وطني وهويه عراقيه، وهذا ما ستؤكد عليه بغداد نفسها في قادم الايام. زين استاذ مهدي، انتم كنتوا بالبارتي تردون تبتعدون عن الهويه العراقيه؟ ستي الفاضله، كل خطابات يعني من يشانت تصير المشاكل، يعني هل يا ترى كان اللي موجود في المركز منزل من السماء وعنده اخطاء؟ احنا نحكي على الاستفتاء. قصدي جاي رادي نسلخ الهويه العراقيه. لا لا لا، عنده اخطاء، وهذه الاخطاء من تجبرني على تحصني بزاويه زين، وخاصه اذا نرجع على مساله الاستفتاء، ترى مساله يعني اراده لها ساعه شرح كامل، ولكن مختصرا انه كان هناك ضغط على اقليم كردستان في كل الامور الماديه وصلت الى حرب. وعندما كان الاستفتاء فرصه لاقليم كردستان، شوف الاستفتاء برئاسه البارتي لان يكون الاقليم منفصلا عن العراق، هل ستوافق؟ يا اخو احنا من اول يوم نقولها جزء لا يتجزا من العراق، ولكن الاستفتاء الاستفتاء ست الفاضله، الاستفتاء حق من حقوق، اولا تعرف شعبك شنو اللي مطلوب له، شنو وحلم حلم 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 الدولة الكردية ليس فقط للحزب الديمقراطي الكردستاني، عندي خمس ثواني، الكل شاركت بالاستفتاء مع حبنا واحترامنا لكل ذاك زمن، هذا راح انتهى. الآن اليوم احنا ننتهي المشروع النسف من قبل حكومة بغداد. لو تاحت لكم الفرصة مرة أخرى وجدت لكم مقومات لتكوين أقليم كردستان بعيدا عن العراق، بعيدا عن الهويه العراقيه، شوفي، تتوكلون على الله؟ لو حلم لا؟ حلم دوله كرديه ليس فقط للحزب الديمقراطي، انا احكي عنكم، دا اقول لك ليس فقط لكل كردي موجود بالعالم، يعني مو بالعراق، اذا جتكم مو بس بالعراق، مو بس بالعراق،
حلم دولة كردية وحق يا أخي. أستاذ مهدي حق ومحق. لا لا هسه مال حق ومحق بعدين نسولف عنها. حتى الشرع عم يقولها، حتى الدستور عم يقولها. ولكن ولكن هناك أوقات الدستور يعترف بكم إقليم، احنا هم معترف. لا طبعا احنا معترفين، احنا جزء من جزء من العراق. سؤالي لك للمرة الأخيرة، أنت ما جاوبتني بصراحة، إذا جتكم المقومات تنفصلون لو ما تنفصلون؟ بنعم أو لا؟ الله باعي. أولا ما حد يزاود الديمقراطي بوطنيته ابدا. بدا تجاوبني، بدا اقول لك خليني اجاوب. والله وقت انتهى. اوصل لك تنفصل لو ما تنفصل؟ مال 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 يجيني اريد احقق حلمي دوله كرديه لكل اكرادنا، هذا 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 من الله سبحانه وتعالى. يعني تنفصلون اذا جيت؟ اقول لك دوله كرديه ستي. اوكي شكرا جزيلا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الاستاذ مهدي عبد الكريم، حياك الله. شكرا جزيلا السياسي المستقل فاق يزيدي، شكرا جزيلا كنت معي من التوك، شكرا جزيلا على ما تفضلت به. ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول انتخابات أقليم كردستان لنتابع. ملفنا الثاني راح يكون عن إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات الحكومية، راح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. قبول 152,782 طالبا في الجامعات والمعاهد العراقية هذا العام بحسب ما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر إعلان نتائج القبول المركزي. نعلن إحدى نتائج محطات التميز في الأداء المؤسسي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام 2024-2025. لقد حققت قنوات القبول المركزي كافة قبول 152,782 طالباً على مستوى القناة العامة والقبول المباشر وفئة ذوي الشهداء والنخبة، فضلاً عن 11 قناة أخرى لقبول الفئات المتنوعة التي منها الطلبة الموهوبون. ونخص بالذكر هنا المجموعة الطبية التي استقلت الحدود الدنيا للقبول في الطب العام عند 99.14، وطب الأسنان 98.29، والصيدلة 98.4، ولم تقل معدلات الحدود الدنيا للقبول في التمريض عن 89.57، والكليات التقنية الصحية عن 89.29، واتضح متوسط الحدود الدنيا في الهندسة عند 84.41، والعلوم 80.97. المتحدث باسم وزارة التعليم يؤكد جاهزية الجامعات الحكومية وإنها على استعداد تام للبدء بالعام الدراسي. أما بما يخص الاعتراضات على نتائج القبول المركزي، سيتم إطلاق استمارة خاصة للاعتراضات خلال الأيام القادمة. التشكيلات الجامعية المستحدثة الخاصة بالعام الدراسي 24-25 هي دخلت في بيئة التعليم الجامعي فعلاً، ويعني هي جاهزة لاستقبال ما تم الإعلان عن قبولهم هذا اليوم. الاعتراضات في قادم الأيام القليلة إن شاء الله سيطلق استمارة خاصة للاعتراضات لتشمل عدة فئات، من ضمنها الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول،
بسبب أنه يعني خطأ في تقديمهم وليس في خلل برمجي، وكذلك فئة الذين لم يقدموا أصلا إلى استمارة القبول المركزي. وأكد وزير التعليم استحداث أكثر من 100 تشكيل جامعية على مستوى الجامعات وكلياتها، فضلا عن توسيع خطة القبول في كافة الاختصاصات التي تشهد إقبالا سنويا متزايدا، منها المجموعة الطبية. من بغداد، شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. نناقش ملفنا الثاني مع ضيفنا الكريم مدير علاقات وإعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حيدر العبودي. حياكم. حياكم الله سيدتي الكريمة. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا. بداية تحدثني عن أبرز تفاصيل إعلان القبول المركزي. شكرا جنابكم الكريم وقناتكم وجمهوركم الموقر. نعم، اليوم أعلنت وزارة التعليم قبول أكثر من 152 ألف طالب، وهذه الأرقام توزعت على مختلف التخصصات الأكاديمية والتقنية في الجامعات الحكومية العراقية. نعم. التي يعني عددها 36 جامعة، وهذه الجامعات تضم أكثر من 650 كلية وأكثر من 1600 قسم تخصصي. يعني هذه الأقسام وهذه الأعداد أضيف لها هذا العام 24-25 أكثر من 100 تشكيل جامعي تنوعت وتوزعت على جامعة و13 كلية و83 قسم وفرع وأربع معاهد. الهدف من هذه التعزيزات في البنية التحتية هو استيعاب الطلبة الذين التحقوا بالجامعات، لأن احنا حقيقة مؤشر التنموي في بيئة البيئة العراقية أنه الجامعات العراقية في عام 2030 ستستقبل 1,000,000 طالب دفعة واحدة، واعتقد الأرقام المتحققة الآن في بيئة الدراسة الإعدادية. نعم. ولا سيما الطلبة الذين خاضوا الامتحان هذه السنة أعدادهم اقتربت من 600,000، وهذا مؤشر على صعود أعداد الطلبة. لكن في هذه يعني السنة 24-25 وأعتقد مؤشر الدورين الأول والثاني هو أقل من العام الماضي. كان هناك العام الماضي لمخرجات 3 أدوار، أعداد المقبولين كانت بحدود 300,000. حاليا مخرجات الدورين هي أكثر من 152. طيب. وننتظر مخرجات الدور الثالث. هنالك الكثير من الامتعاض والغضب لدى بعض الطلبة، يعني وردنا عبر مناشدات من خلال قبولهم لهذا اليوم، لكن يبقى السؤال، هل هم جاهلين بآلية التقديم الإلكتروني؟ هل هم جاهلين بموضوع الانسيابية وكل هذه التفاصيل؟ لو أنه المعادلات تبدلت من حيث الحدود الدنيا وغير هذه الأمور، وقد يكون هناك امتعاض لكنه ليس بالكثير. ولكن الحقيقة معادلة، يعني أنا أسميها معادلة القبول المركزي، هي تعتمد على أرقام الطلبة نفسهم. يعني معدل الطالب اللي هو عبارة عن نتائج مخرجات امتحانه في الدراسة الإعدادية، وهذا المعدل يرافقه رغبة الطالب في الالتحاق بأي تخصص، يضاف لها مساحة التنافس مع أقرانه في حجز المقاعد الدراسية ضمن هذه التخصصات، سواء كانت المجموعة الطبية أو المجموعة الهندسية أو المجالات الأخرى. ترتيب هذه الخيارات بالاستمارة، يعني هو يتاح أمام الطالب 50 أو 50 اختيار، وترتيب هذه الخيارات هي مسؤولية الطالب. اختيار ما يناسب معدله أيضا هو مسؤوليته. لكن هناك يعني بعض الطلبة حقيقة يضع معدلة في المساحات التي لا تناسب هذا المعدل. يعني مو في هذه النقطة. أيه. وحسب ما وردنا. أيه. ونتحدث عن البعض ولا أعمم هذه الموضوع، ولكن ما قال ما وصلنا أنه الدرجات لهذا العام والمعدلات ظلمتهم. يعني نقول لك أنا درست وقرأت وجايب معدل مثلا بالتسعينات، بالتالي كل شيء صعب، لكن بسبب نسب النجاح وارتفاع المعدلات الحدود الدنيا صارت كلش عالية.
فهذه المظلومية اللي حبوا يستفسرون عنها. لا هي يعني شيء ربما يكون احنا متعاطفين مع الطلبة، لأنه اكو يوجد طموح عالي لعوائلنا العراقية في أن ترى أبنائها في أعلى المستويات الجامعية وأرقى التخصصات، ولا سيما نحن نحكم على أنه الطالب حتى يكون غير مظلوم مثل ما تفضلتي إذا انقبل وين؟ في المجموعة الطبية أو الهندسية، وإذا طلع من المجموعة الطبية فهو وقع عليه الحيف والظلم، وهذا حقيقة تصور مو دقيق. لماذا؟ لأن سيدة الكريمة حتى لو الطالب هو ضمن فئة 90، أولاً هاي الفئة هي غير متاح لها التقديم إلى كليات الطب 90 يعني أي، وإنما خط الشروع للتقديم والتنافس سواء كان في المجموع في الجامعات الحكومية والأهلية حتى يقدم الطالب إلى كليات الطب يجب أن يكون معدله لا يقل عن 95%. هذه إذا بالحكومة وإذا بالأهل على خط شروع واحد، فيجب أن يكون المعدل ما يقل عن 95. وإذا قدم حقيقة راح يدخل في فورمة التنافس، أعداد الطلبة لهاي المعدلات يعني من 95 إلى 100 بحدود 18 أكثر من 18 ألف، من معدل 100 صعودا يعني معدل 100 ويضاف لها درجة الدور الأول تعرفين حضرتك ودرجة اللغة الأجنبية أو اللغة الفرنسية، فما يحقق ما حققه الطالب ضمن فئة 100 صعودا هي أيضا أكثر من 18 ألف، فهذا بيئة التنافس مو قليلة. لا أبدا، أي مو قليلة على مجموعة طبية موزعة بين الطب وطب الأسنان والصيدلة. هذا فيما يتعلق بالمعدلات والكليات الأهلية الحكومية. اليوم شن راح نشوف؟ أكو درجات أقل ربما بالأهلية. لو هسه حضرتك تفضلت بنقطة مهمة وخط الشروع فيما يتعلق بالطب طب الأسنان، ممكن مثلا نشوف كلية أهلية تقبل طب أسنان 92 أو 90 أو 80. هو يوجد قرار، هنا قرار هيئة الرأي في وزارة التعليم حددت أن التقديم لكليات الطب العام في الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هو معدل 95 للتقديم مو للقبول، للتقديم. للتقديم 95. أكو فرق حتى يسمح لك بالتقديم حتى تنافس أقرانك، يعني لمجرد ما تدخل للتنافس يرد لك بالضبط. يجب معدلك ما يقل عن 95 لأن هناك معدلات عالية جدا، يعني لأن اللي يحجز هذه المقاعد هم الأعلى معدلا وهذا طبيعي بالتنافس. زين، فيما يتعلق في طب الأسنان والصيدلة في الجامعات الأهلية وليست الحكومية هي أيضا المعدلات لا تقل عن 85 للتقديم. واضح سيدة الكريمة؟ بس التقديم 5 للتقديم حتى يتاح لك أن تنافس غيرك في هذه التخصصات، وممكن ما تنقبل لأنه معدلات وهو وارد عالمين. وهو وارد مع وأيضا قبولك وارد بحسب التنافس ونسبة الإقبال. حضرتك شفت مالت التقرير كان بأكو اعتراضات من البعض، هسه البعض ما مقدم أصلا والبعض ما طلعت انسيابية قبوله على كلية، هذول شلون ليش مثلا وصلوا إلى هذه المرحلة وشون ممكن نعالج هذه المرحلة؟ يعني مثلا أكو بعض الناس مثلا معدلة 85 طلع يعني أبنائهم حققوا معدل 85 75 90 ويضعون هذا المعدل في مساحة يكون مستوى التنافس فيها على حجز المقاعد الدراسية عالية جدا، فهو وضع خياراته في المساحة الخاطئة. ومنظومة القبول هي تعرفين هي منظومة إلكترونية تتعامل مع أرقام صعودا ونزولا، فبالنتيجة إذا لم يظهر للطالب قبوله فهو لا يعني أنه يعني سيحرم من الالتحاق بالجامعة، وإنما راح يتاح له في اليومين القادمين التقديم ضمن استمارة الاعتراضات للذين لم يظهر لهم قبول، وكذلك هناك فئة أيضا مشمولة بالتقديم على استمارة الاعتراضات هم الذين لم يقدموا أصلا إلى استمارة. شنو موضوعهم؟ لماذا لم يقدموا؟ والله يا سيدي ربما يعني خيار يعني ربما في باله أن يلتحق في الجامعات الأهلية، ربما في باله أن يكون أو يقدم أو قدم فعلا ضمن التعليم المسائي الدراسة المسائية أو يرى أو يرغب بالدراسة خارج العراق. سيد اللي قدموا
وانقبله وطلع بعدين قال لك أنا ما مقتنع، ما اقتنعوا، يقول لك أنا أريد أعترض من جديد. هل من الممكن أن يفتح باب الاعتراض من جديد ويعترض؟ الطالب الذي ظهر له قبول ضمن سياقات الأصولية والتنافس الذي وفرته منظومة القبول المركزي، في هذه الحالة أنه القبول هو لم يحقق طموحه، يعني وإنما المعترض هو يعترض على وجود خلل أو خطأ في إجراءات القبول المركزي. لكن نسبة الخطأ في منظومة القبول المركزي هي صفر، لا يوجد خطأ لأن معادلة أرقام وبرامج. الطالب الذي قبوله لم يحقق هذا الطموح الذي يرغب به أو ترغب به عائلته، هناك خيار إضافي يطلق لاحقا هو استمارة تعديل الترشيح. يعني الطالب بعد أن هسه عرف حدود الدنيا وين توزعت القبولات، معدلة أو الذي يشابه المعدل مالته، أين انقبل، وين، بالعلوم، بالهندسة، بالزراعة، وهو يرى أن المعدل ممكن أن يلتحق بتلك التخصصات، سيتاح له التقديم ضمن استمارة التعديل الترشيح، وسيقدم على 10 خيارات من ضمنها التي يعني نفس معدل انقبل في بعض التخصصات، لكن دوامه سيكون العام المقبل، وهو يشمل فئة الذين يؤجلون في هذه المرحلة أو يرسبون في المرحلة الأولى، سيتاح لهم هذا الخيار. ضمن المناشدات اليوم اللي وصلتني، هل من الممكن حصول الطالب اللي حاصل على معدل 92 استثناء من الوزير أو من رئيس الجامعة؟ على استثناء على أنه يدخل مثلا طب أسنان؟ بالحكومي؟ أي نعم. لا يوجد استثناء. أبد لا يوجد أبدا. استثناء. في المتاع يعني في القبول المركزي الحكومي يعني مسافة القبول واحدة تجاه الجميع، لأن هذا يمثل استحقاق الطلبة الذين سجلوا خياراتهم ورتبوا أولوياتهم وجاءوا بالمعدل اللي هو من مخرجات وزارة التربية. فيما يتعلق بالتعليم الموازي أو التعليم المسائي، ممكن نشوف 82 طالب أو أقل من هذا المعدل يشوفه بالصيدلة أو بطب الأسنان؟ بالمسائي لا يوجد تخصصات طبية أبدا. أبدا التخصصات الطبية غير موجودة في الدراسة المسائية، هي حصرا على الدراسة الصباحية، لأن الدراسة الصباحية يعني حتى الأساتذة والطواقم التدريسية التي تتولى تدريس الطلبة في المجموعة الطبية، تعرفين هم في الفترة ما بعد الظهر هو يتجه إلى خدمة المجتمع في عياداتهم، في صيدلياتهم، صحيح. فلا يتاح لهم أن يلتحقوا أن يدرسوا في الدراسة المسائية. والتعليم الموازي؟ التعليم الموازي لا، هذا خيار موجود، يعني بعد أن أطلقت نتائج القبول المركزي ستفتح قريبا قناة خاصة اسمها قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي، في ضوء الحدود الدنيا للقبول المركزي سيتاح التقديم بمعدل أقل ب3 درجات من الحدود الدنيا للقبول المركزي، وأيضا تخضع للتنافس 3 درجات، مو أكثر، مو أكثر. يعني 82 لا يحلم يروح صيدلة أو طب، لا بعيدة بعيدة جدا، 3 درجات فقط بإمكانك التقديم. يعني هسه الحدود الدنيا مثلا نأخذ على سبيل المثال طب الأسنان اللي هو الحدود الدنيا للمعدلات المقبولة كانت هي 89.29. أين وصلت وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالبعثات والدراسات العليا؟ البعثات سيدتي الكريمة الآن تقتصر على اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق. نعم. دولة رئيس الوزراء أطلق 5000 بعثة موزعة على كل مؤسسات ووزارات الدولة، 40% من هذه 5000 هي من حصة وزارة التعليم العالي والبعث العلمي لمرحلة أو لشهادة الدكتوراه حصرا في التخصصات النادرة وفي الجامعات العالمية الرصينة. أما ما يتعلق بالزمالات فهذا يعني موجود على مدار التوقيتات المعروفة في السنة الدراسية، العراقي يستقبل يعني الزمالات والمنح الدراسية، وبذات الوقت العراق أيضا قدم برنامج خاص لاستقطاب الطلبة الدوليين اسمه برنامج ادرس في العراق، والعام قبلت الجامعات العراقية 1015 طالب
أجنبي من الطلبة الدوليين، ونستعد الآن لقبول ما لا يقل عن يعني 1500 طالب أو ربما نصل إلى 2000 طالب من الطلبة الدوليين. شكرا جزيلا مدير علاقات وإعلام وزارة التعليم العالي الدكتور حيدر العبودي، حياك الله. شكرا. ونسأل الله لك التوفيق إن شاء الله. إلى هنا نأتي إلى ختام ملفنا وحصادنا لهذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.